قلب العبد أنه يحب ربه وأنه واثق بالله، ولربما سمع في ذكر أو جمعة أو خطبة حسن الظن بالله فأحب أن يكون محسن الظن بالله، فيسلط الله عليه بلاء يختبر فيه بحسن الظن بالله، فيبحث عن وظيفة فتؤخر عنه، يبحث عن ترقية فتؤخر عنه، يطلب أبواب الرزق فتقفل في وجهه، يبحث عن أسباب فتتعسر عليه، لكي يختبر فيما جرى في قلبه أنه يحسن الظن بالله. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يجري